هوية هذا الحزب الذي نحضر ظهوره اليوم في مؤتمرنا ونتخذ آخر الخطوات التنظيمية والقانونية من أجل ظهوره، هويته هي هوية الأحزاب والمكونات التي التأمت في إطاره، لن تخرج عن القواسم المشتركة. ما هي هذه القواسم المشتركة؟ أولا، أهم شيء في هذه الهوية هو الإيمان والتشبث باستقلالية القرار. قرارنا يتخذه المناضلون، ولا تملى علينا القرارات من أي اتجاهات كانت. نتناقش، نتحاور، أحيانا يطول النقاش، ولكن نتخذ قراراتنا باستقلالية. المسألة الثانية هو نزاهة الوسائل. نحن عندما نخوض الحملات الانتخابية، وهذا ما أكده المتتبعون الخارجيون، أن الحملات الانتخابية للفيدرالية هي من أنظف الحملات الانتخابية. إذن نزاهة الوسائل، الاستقلالية في القرار، بالإضافة طبعا إلى بقية اختيارات الهوية الاشتراكية. نحن يساريون اشتراكيون، طبعا اشتراكية منفتحة على العصر، نتحدث عن اشتراكية متجددة فيها اجتهاد، تستوعب العولمة يعني الحالية مع كل مقتضياتها، وكل وتحاول أن تجيب عن أسئلة الحاضر بفكر علمي وعقلاني ومتتبع ويقظ وحذر ويعني قابل للتطور. وفي نفس الوقت نحن قوة تستند إلى استراتيجية النضال الديمقراطي. ما هي استراتيجية النضال الديمقراطي؟ استراتيجية النضال الديمقراطي هي أننا نشتغل في المؤسسات المنتخبة لنعبر عن رأينا، لكي نقدم مقترحاتنا، لكي ندفع بهذه المؤسسات لتلعب دورا أحسن، ولكن في ذات الوقت نشتغل مع الشعب في النقابات، في الشارع، في التظاهرات، في مختلف أماكن تواجد القوات الشعبية، لنلتحم بها، لنعمل معها ونتقدم إلى الأمام. هوية وطنية، نحن مع مغربية الصحراء، ونحن نعتبر بأن فكرة تقرير المصير التي يرفعها البعض لكي يفصل الصحراء عن المغرب والمغرب عن الصحراء، نحن نقول إن استراتيجية النضال الديمقراطي التي نقول بها تضمن تقرير مصير جميع المغاربة سواء كانوا في الشمال أو الجنوب، تقرير مصيرهم بأيديهم. إذن الانتقال الديمقراطي يمكن أن يطور فهمنا لقضية الوحدة الترابية، وأن يقدم خطابا قويا يمكن أن نحرج به جميع الأطراف الأخرى. المغرب الديمقراطي يستوعب أبناءه، المغرب الديمقراطي يتفهم الخصوصيات المحلية ويدمجها في ديمقراطية مجالية، كما الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية على المستوى الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. هذه أفكارنا، ولكن هي مفتوحة للحوار مع الآخرين. نمد يدنا للآخرين، نعترف بضعفنا ونمارس النقد الذاتي، ونعتبر بأننا لا يمكن أن نبقى منعزلين، مجرد قوة مبدئية تكتفي بتسجيل المواقف لا تطور بنيتها. ونعتبر بأن الكلمة الآن في المرحلة الانتقالية يجب أن نعد العدة لكي يمارس الشباب المغربي والجيل الجديد يمارس مسؤوليته التاريخية في الدفع بهذا المسلسل إلى الأمام وفي بناء تجربته الخاصة.